هذا الموسم، لكن الآن كرة ملعوبة، جدة يهاجم الآن في بداية المباراة، تصويبة أخرى هذه المرة في المرمى، هدف أول لمصلحة جدة، الآن يتقدمون منذ البداية، الله، هدف أول لمصلحة جدة في وقت مبكر، الأولى كانت في العارضة، الثانية في المرمى، عن طريق من؟ عن طريق رضا بن سايح الذي دائما ما يرضيهم في المواقف الصعبة. وإصابة وإصابة للاعب سلامات إن شاء الله خالد ناش ساقط على أرضية الملعب. لاحظ هنا التدخل كان قبل الهدف ومن ثم بعد ذلك، نعم الحكم يشهر البطاقة الصفراء للاعب عمر الناجم في هذا التدخل، لكن الحكم أعطى استمرارية اللعب، وسايح من بعيد من أجمل أهدافه هذه الجولة وأيضا هذا الموسم بالنسبة لجدة. إذن جدة يسجل هدف أول في بداية هذه المباراة، هدف رائع وهدف جميل عن طريق رضا بن سايح، يتقدمون منذ البداية. يوب لخضر ولفانور، كرة خاطئة، كرة خاطئة لمصلحة جدة الآن، هل يأتي العقاب؟ هل يأتي العقاب؟ الله، جدة خارج الأرض يقدم أجمل عرض، إذا أردت أن ترى الإبهار شاهد جدة خارج الديار، نعم هكذا تقول الإحصائيات، فإنهم خارج أرضهم يلعبون بأداء أفضل مما هم على أرضهم يا ماهر. الله، كما بدأوا الشوط الأول بداية رائعة، هم يبدأون الشوط الثاني بداية رائعة. قل لي يا ماهر، ما قصتكم مع البدايات؟ ما قصتكم مع أولى الدقائق في هذه المباراة؟ السلطان أخطأ بها ومن ثم بعد ذلك أخذت خالد ناش. رضا يسجل ويصنع، يسجل ويصنع، ثم بعد ذلك خالد ناش طعن يستلمها، ومن ثم بكل هدوء، لم يكن مستعجلا، وضعها في أقصى الزاوية أرضية لتعلن تفوق جدة بهدف ثاني أتى عن طريق خالد ناش. لكن على ما يبدو في هذه المباراة سيتلقى الهزيمة الأولى، كرة من الجهة اليسار ومحاولة مرور رائع الآن، الله لفانور، ادخل الأجواء، فلا وقت للتأقلم، فالترتيب لا يسر والنقاط مقلقة والأهداف قليلة، جلبوك في الدور الثاني لكن عليك أن تؤدي الدور الأول، دورك بالأهداف، دورك بإسعادهم، دورك بحسم المباريات. يا له من هدف جميل بالنسبة لبكرية، الله على المرور ثم التمرير، الله على العرضية، الله 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 على هزاع مر، ثم وجد المهاجم وحيدا، ثم المهاجم وضعها في الشباك، هذا هو مهاجم الصندوق الذي لا يخطي الشباك في مثل هذه الأماكن. نعم إذن بكرية، وكأنك تسمعني يا رفانور، كنت أقول هل سيتلقى الهزيمة الأولى بين ضربة ركنية الآن تلعب طويلة وأمامية، ممكن الضربة الرأسية، الله الوافد الجديد في الاستقطابات الشتوية يعيدهم للمباراة، حتى وإن كانوا غير كاملين، حتى وإن كان مطرود منهم لاعب، إلا إنهم عادوا، الله على بكرية، الله على البنفسجي، نعم لا يخسرون بين أرضهم وجماهيرهم، الله إن كانوا ناقصين لاعب فهم مكملين بحضورهم الجماهيري، الله ما دام هذا الجمهور حاضر كيف يخسرون،
الله على العرضية ثم الضربة الرأسية من المدافع الأرجنتيني فيرناندو ارتقى عاليا ليعودهم بالمباراة. أصبحت 2-2 أصبحت 2-2. ألم أقل لكم أنه إذا سجل بكري هدف فإنه ستكون دفعة معنوية له لتسجيل الثاني؟ وهذا ما حدث ودائما ما يقولون أن في بداية الشوط الأول كرة ملعوبة. الأهداف في هذا التوقيت سلاح مميت. يا له من سيناريو، كانوا متأخرين بهدفين وكانوا ناقصين عددا، لكنهم عادوا وسجلوا. يا الله، غير معقول. أي سيناريو في هذه المباراة؟ أيوب الأخضر يسجل هدفا ثالث قاتل، ويا له من هدف. البكيرية بعد الاستقطابات يعود وكأنه يقول: الوضع بنا لا يليق، لابد أن نفيق. يا لها من استفاقة. هم محتاجين لهذا الهدف كثيرا، محتاجين لهذا الانتصار كثيرا. فآخر انتصار كان في الجولة الثامنة، وهم كانوا يحتاجون لهدف من أجل الانطلاقة.